جديدنا اليوم هو شرح لأحد طرق أكل قنفذ البحر أو السي إيرشن اللي تحتاجه جلوبز وماي بارد وملعقتين. أما عن طريقة فتحها فالطرق فيها كثيرة، ناس تستخدم سكين وناس تستخدم الملاعق وتكون من جهة الفم بالنص. أما بالحديث عن ما يوكل وما لا يوكل فيه، فاليوكل فيه بس الحمتة الذهبية، فهذه اللي أنت تطلعها وتنظفها وتغسلها. وبكذي يعتبر قنفذ البحر جاهز للأكل، وهو يعتبر من أنواع الطعام المفضل لدى دول اليابان وأمريكا، ويدخل في صناعة السوشي. فما يمنعك من هذا شوية صويا صوص وشوية زنجبيل وشوية ليمون، وعليكم بألف عافية. كان هذا جديدنا لكم اليوم، وأهل البحر يعيشون.